ورانا مشرفانا الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي. أهلا بيكي معنا. أهلا دكتور. أهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور؟ الحقيقة احنا بنحييكوا على المبادرة دي لأنها بجد مبادرة رائعة، والحقيقة ان القطاع ده زي ما كنا بنقول انه قطاع مهم جدا وبيشتغل فيه كتير من الشباب المصريين وكمان بقى على مستوى العالم. خلينا نبدأ، من فين بدأت فكرة المبادرة؟ يعني مبادرة طريقة كمان هي امتداد للمبادرة الرئاسية لمد الحماية للعمالة غير المنتظمة، ودي اللي أطلقها سيادة الرئيس بعد كوفيد 19، وبدأت من خلال صرف المنحة 500 جنيه لواحد ومليون وستمائة ألف عامل غير منتظم. بعدها بدأت وزارة التضامن تطلق عدة مبادرات مستهدفة حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة. بدأنا بمبادرة طريق بر أمان لرعاية صغار الصيادين، ثم تلتها مبادرة تتلفف حرير خاصة بدعم صغار المنتجين في مجال السجاد والكليم اليدوي، ثم مبادرة أصلها مصري لدعم العاملين في مجال التزيين والتجميل، ومؤخرا مبادرة طريقك أمان لعمال الدليفري أو عمال للتوصيل. يعني عمال التوصيل لو زي ما حضرتك تفضلتي هم جنود مجهولة طبعاً. في الفترة بتاعت الوباء، لأنه كتير من الأسر كانت يعني بتواجه صعوبات في النزول عشان تستوفي احتياجاتها اليومية، وخاصة مثلا يعني شكل الدعم إيه يا دكتورة اللي هتقدموه؟ يعني هل هو يبقى دعم مادي فقط ولا هتكون في حقوق بياخدها القطاع ده وتفاصيل اكتر بتضمن لي سلامة في الطريق وتضمن لي معاش محترم وتضمن لي كمان طريقة في التعامل معاه، لان هما كثيرا ما يتعرضوا لكثير من الاهانات القطاع ده بالذات، صح. وما فيش حاجة بتضمن حقه، صح. الحقيقة انه ده بنشوفه. ناويين تعملوا ايه؟ المبادرة ليها عدة اهداف. اول حاجة انه يتبني قاعدة بيانات عن العمالة دي، ان التقديرات بتاعتها بتتراوح انه من نص مليون لحوالي 6 مليون عاملين في هذا القطاع، صحيح. فالأعداد كبيرة جدا. الحاجة الثانية ان احنا بنوزع مستلزمات حماية اللي هي الخوذة عشان تحمي عامل الدليفري خلال مزاولته للمهنة على الطرق السريعة، هو ممكن بيتعرض لحوادث كتيرة طبعا. وزي ما حضرتك قلتي الحقوق التأمينية ان هو يبقى له معاش، وده كان احد المطالب للعمال انه يبقى له معاش، يبقى له رعايه صحيه، انه المجتمع ينظر له بنظره ثانيه مختلفه ويقدر دوره، ودوره مهم جدا وخاصه في فترات الازمات، لان هو اللي بيبقى بيتحمل المخاطر علشان يوفي احتياجات الاسر والفئات الاولى بالرعايه. لو انا بنتكلم على المسنين اللي هم بيبقوا محتاجين لدواء او بعض المستلزمات، فهو هم اللي بيساعدوهم، فلازم المجتمع يبدا يقدر دور عمال التوصيل واهميتهم. كمان هم بيساهموا بنسبه كبيره جدا في النشاط الاقتصادي، احنا بنتكلم على حوالي 2.5 مليار دولار مساهمه هذا القطاع في النشاط، فهم مساهمين بشكل كبير طبعا. الحاجه الثانيه طبعا كان مطالبهم ان هي تبقى لهم نقابه تنظمهم وتتكلم باسمهم، وحاليا احنا بنحاول ننسق مع وزاره القوى العامله لان هي المعنيه بانشاء النقابات، ولكن في الوقت الحالي احنا بنحاول ننشئ جمعيه اهليه بتضم عمال التوصيل علشان تقدم لهم بعض الرعايه والحمايه خلال فترات ازمات، انه بعض الاحيان بيحصل نوع من التعطل او كده، او ان هم بيبقوا محتاجين مساعدات.